مساء الخير، انا مستر رمزي المرشدي. النهارده هعلمكم اتيكيت التعامل مع الثعبان. مثلا عندنا دي اسمها التوريشه، ما ينفعش نمسكها كده يا جماعه، كده غلط، ده كده مفيش اتيكيت، خصوصا قدام الناس بيبقى شكلك وحش قوي، بيقولوا ده ما حد ما عندوش اتيكيت. بنمسك التعبان بتاعنا بالسبابه والابهام بالشكل ده اهو، ونخليه يتحرك حركه دائريه كاونتر كلوك وايز، عكس عقارب الساعه زي ما حضراتكم شايفين، يخبط في العقارب يموت على طول. طب دلوقتي التعبان بتاعنا قرصني، ما اعملش كده اهو. طب الطبق المعالق والشوك دي، الناس اللي قاعده معانا تقول ايه؟ هعمل ايه؟ هقول اه كده انا اتعورت، الناس سمعت اللي حواليا ان في مشكله، لكن هنقعد بقى نقول اه ونصوت وندربك الدنيا ونلم الناس حوالينا؟ هل بقى اجي بقى بالطريقه اللي الناس بتعملها؟ طب وطبق الشخص اللي جنبي؟ طريقه بسيطه جدا، هتستخدم المعلقه، استخدم الشوكه مش المعلقه، هنحط كده نضغط وعند طرف الشوكه نقوم واخدين وبعدين تحط في بقى. بعد كده هنقوم ماسكين المنديل بتاعنا فاتحينه كده اهو، وبعدين بس نقفل على المنديل بس. بكده نكون تخلصنا من السم وانتهى الشياكه والذوق. آه! آه! طبعا مش المفروض نموت كده، الموت له اتيكيت، موت من السم له اتيكيت، نقول اه نتقلب قلم بسيط، لكن في ناس تلاقيها لا بتقع وتقعد بقى على الترابيزه وازمه. يا جماعه نلتزم، نبقى محترمين، بنموت موضوع بسيط، حط ايدينا اليمين ايدينا الشمال ونموت. استاذ رمزي، استاذ رمزي، استاذ رمزي، استاذ رمزي. اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. التعبين والافاعي والحيات الخوف منها متعاصر في مخنا، حتى لو عمرك ما قابلت تعبان. الدراسات وجدت ان الرضع بيخافوا من التعبين رغم ان هم مش واعيين ولا مدركين الخطوره اللي بتمثلها التعبين دي، مسببه قلق نص الكوكب وفوبيا حقيقيه لملايين، بيفقدوا التحكم وما يقدروش يتنفسوا مع رعشه واحساس ان هم عايزين يهربوا او يستخبوا لمجرد انهم فكروا في التعبان او شافوا صورته. التعبين ماده خام للكوابيس، صفاتها الاستثنائيه كحيوان كفيله انها تخوفنا. التعبان جسمه طويل ملتوي وتبرئته مميزة لأنه ما بيرمش، ولو بيرمش ما بقاش مؤهل إنه يكون تعبان، بتتسمى سحالي بدون رجول، نوع من السحالي فقدوا رجولهم، بس مش تعبين لأنهم بيرمشوا. عين التعبان ملهاش جفن، متغطية بقشرة شفافة زي اللينسز، بتخليه محتفظ بتبرئته المخيفة، بتزود من غموضه وإبهاره، كائن مثالي، مفترس أو فريسة، قاتل إنسان ورمز الشفاء. الفراعنة رمزوا بيه للشر على أبيب عدو النور، والخير على أمون إله الشمس. التعبان والسلكان ما عرفوش بعض، كل الحيوانات ماشية في أرض الله الواسعة على إيدين ورجلين. التعبان لا معلش مش هكمل برجل، عندي بطن غيريت أمشي كده، وعايز أخش بدماغي أدي الأماكن. يا اسطى بلاش تحشر نفسك في حاجات مالكش دعوة فيها. لا أحب أحشر نفسي، أدوس بحراشيف بطني وعضلاتي تزقني لقدام، ولو عايز يمشي لقدام نادرا ما بيمشي في خط مستقيم، غالبا بياخدها في شكل حرف إس كده، إس سلكان. واحد يقول لي يعني كده يا أبو حميد التعبان حيوان زاحف؟ لا يا عزيز، ده ممكن يطير لو وصل لنهايه فرع شجره. تعبان بتطير؟ ايوه عزيز، زي تعبان الشجره الذهبيه، يعني يا ابو حميد بيزحف ويطير؟ لا يا عزيز، وبيعوم كمان زي الاناكوندا كده. لا تعبان ده انت مبهر كده، خد رقمي. حتى حواسه مبهره، ما عندوش مناخير وبيشم بطريقه غريبه جدا، بيحرك لسانه في كل الاتجاهات يجس حركه الهواء، حد جاي في فريسه، وبالمره يلم الفرمونات والمواد الكيميائيه اللي في الجو، وبعد كل ده يدخل لسانه في بقه. فالمواد الكيميائيه دي تلمس عضو اسمه الجاكوبسنز اورجان، عضو في الجهاز الشمي للحيوانات، مليان مستقبلات كيميائيه، بتاخد الكيميائيات دي من على لسان التعبان وتترجم في المخ. حلو البرفان ده، لو سمحت ممكن ترش لي؟ في تعبانه حاطه شانيل معديه. الافعى الذكر مثلا هو بيدور على انثى للجواز، تلاقيه ماشي بلسانه في الغابه يشم الفرمونز اللي سابتها الانثى ويتحود معاها ووراه باقي جسمه، حتى تلاقي لسان الذكر متشعب واطول من لسان الانثى. فعلا يا ابو حميد، لما يجي يشوف بقى كل الطفل المرئي ده ما يشغلوش. انا كتعبان يهمني الاشعه فوق البنفسجيه والاشعه تحت الحمراء على حسب طالع اصطاد امتى. لو بيصطاد بالليل زي البوا كونستريكتورز الاصله العاصره اللي بتزود حساسيه عدساتها للاشعه فوق البنفسجيه، لكن لو التعبان بيصطاد بالنهار زي افعى
على العنب تلاقي عدساتها بتحجب الأشعة فوق البنفسجية دي، فيشوف أحسن بالنهار، ده بيكون لابس نظارة شمس. بس إحنا بنشوف ثلاث ألوان أساسية، أحمر وأزرق وأخضر. التعابين بيشوف أزرق وأخضر بس، بس الأهم الألوان عندها الرؤية الحرارية. التعابين عارفة الصورة الحرارية لفرايسها، بتشوف الأشعة تحت الحمراء اللي خارجة من زوايا الدم الحار، عشان كده عايزين لو بارد لا يمكن تعبان يمسك. باظ معاك طبعا. بسكوب قدام عينيها اسمها بيت أورجانز، كأنها كاميرا بترصد الأشعة تحت الحمراء. واحد يقول لي طب يا أبو حميد مش هتتكلم على السمع؟ للأسف يا عزيزي التعابين ما بتسمعش. ليه يا أبو حميد؟ ما فيهاش ودن. سوري عزيزي مش عارف انزل عشان ركبي. التعبان بالرغم ان ملهوش ودان هو بيسمع. مثلا لما الحيوانات الكبيره تمشي بتنتج موجات صوتيه بتنتقل في الهواء. التعبان فعلا ما عندوش ودان خارجيه زينا تقدر تلم الموجات الصوتيه دي، لكن جلده وعضلاته بينقلوا الموجات الصوتيه دي لعظم صغير مرتبط بفك التعبان شبه عظام الاذن الداخليه عندنا، فالعظم ده بيتهز كاستجابه لهذه الاهتزازات وينقل الحركه دي لقوقعه الاذن الكوكليا، فتترجم الاهتزازات دي لاشارات تروح لمخ التعبان يترجمها. التعبان حيوان صعب تبني له شخصيه لانه مليء بالتنوع، اكتر من 3500 نوع من التعابين بانماط حياه شديده الاختلاف. في الغابات تلاقيه، في المستنقعات تلاقيه، في الصحاري شغال، مياه عذبه مياه مالحه وماله، تلاقيه في الاوضه دي يا لهوي. انواع بتعيش 3 سنين وانواع بتعيش 30 سنه، انواع 10 سنتي زي البربيدوس ثريد سنيك، وانواع طولها بيوصل ل 9 متر زي الريتيكوليتد بايثون. يا لهوي 9 متر ده طول اتوبيس مدرسه، ده يا عزيزي ما ينفعش تمشى عادي كده، ده بياخد ملفات على الواسع. ولو ده مش مبهر كفايه خليني احكي لك على اضخم تعبان في التاريخ اللي عاش في غابات كولومبيا الاستوائيه من 60 مليون سنه لما كان بيسبح فيها سلاحف عملاقه وتماسيح ضخمه، ولكن اكبرهم كان التايتانوبوا. تعبان يا عزيزي 13 متر في نفس طول اضخام هاتيركس، اطول مني عزيزي 7 مرات او 8 لو مش لابس كوتش. اكتشافه بدا لما اكتشف العلماء فقر الحيوان شبه فقرات الاناكوندا بس لمؤاخذة كده اكبر، اول دليل لاضخم تعبان ظهر على الكوكب. بالنسبه لطول وزن التعابين العلماء قدروا ان وزن التايتانوبوا طن و135 كيلوغرام، ده وزن تور بايسون او ذكر زرافه. الاجابه عن ازاي وصل لهذه الضخامه تعرفنا شويه حاجات عن طبيعه جسم التعابين. كل الحيوانات العملاقه في العصر ده سلاحف وتماسيح وتيتانوبوا من الزواحف. الزواحف من الاكتوثيرمز خارجيه الحراره اللي بنسميها ذوات الدم البارد، جسمهم ما بينظمش درجه حرارته زينا، لا درجه حراره جسمهم معتمده 100% على الجو. فالعمليات الكيميائيه في الجسم اللي بتخلي الحيوان يعيش تنفس هضم امتصاص للاكل لما الجو بيسخن بتبقى اسرع. بعض العلماء قدروا ان درجه الحراره وقتها كانت من 34 ل 40 درجه سلسيوس. عالم الحفريات جوناثان بلوخ اللي اكتشف الحفريه هو وزملائه بيقول ان السخونه بتصغر حجم الثدييات وتخلي الزواحف اكبر. وعاش التيتانوبوا التعبان الكبير ده حوالي 2 مليون سنه، يعني بقى موجود على الارض مش عمره 2 مليون سنه، عشان بس الناس ممكن تبقى مش فاهمه، لحد ما حصل احتباس حراري قعد 200 ألف سنة وبعدين تبرد الأرض وتتكون الأنتاركتيكا. الحمد لله يا أبو حميد ما بقاش فيه تعابين ضخمة. يا فرج الله، ما حدش عايز يموت في معدة التعبان. عزيزي برضو ما تخلوش يغفلك، حتى لو حجم التعبان صغير نسبيا الوجبات الكبيرة ما بتوقفوش. قطة، زابي، خنزير، ده المنيو المعتاد بتاع البايثونز، وعادي جدا يا عزيزي تلاقيه دخل في المنيو قرد او تمساح او حتى انسان، على عكس مفترسين الثدييات اللي عندها فك قوي ومحكم. تعبان عنده فك مرن، لما ياكل تحس ان الفك انفصل كده، تحس الفك السفلي قام سايب الفك اللي فوق، بس الحقيقه ان هما ماسكين في بعض، بس هذا الفك مزود باوتار وعضلات بتديله مرونه فيقدر يبلع حجم كبير. في 2018 السلطات الاندونيسيه جالها بلاغ عن اختفاء مرأة خمسينيه اسمها وتيبه، قعدوا يدوروا عليها وبعد يوم لقوا صندلها، وبعدها بشوية لقوا تعبان ببطن منتفخة. يا سلطات في حاجة؟ ولما قتلوا التعبان وفتحوا بطنه وجدوا جثتها. دي يا عزيزي ليست حالة استثنائية، دي حاجة حصلت كذا مرة في كذا مكان. بس ازاي بقى حاجة من غير ايدين يقدر يدخل معدته فريسة بالحجم ده؟ ده فيديو بيوضح طريقة افتراس التعبان استعان بيه باحثين من جامعة تورونتو. للتعبان الملك بياكل كورن سنيك اللي تقريبا نفس طوله، بنشوفه بعد ما اخضع فريسته بيثبتها بانيابه جوه بقه ويمشي على ظهرها بانيابه تيرجويد ووك، ماشية جناحية يجيبها يمين في شمال يمين في شمال. الفريسة لسه حية بس مفيش مهرب غير لجوه المعدة. ومش بس الفك وتثبيت الفريسة اللي بيساعدوا التعبان على الافتراس، التعابين طورت وسيلة في غاية الروشنة لنجاتها كمفترسين وفرايس، التمويه. التموين؟ تمويه. عزيز مش هتبص بص على الصورة دي، شايف ايه؟ بص كويس كده، وراها شكر، صح؟ اعمل سكان بعينك كده وحاول تدور على تعبان، دور تاني، دور. أيوان،
هو ده. عزيزي المشاهد، سلم على الكوبر هيد سنيك، سلم عليه وبوسه. تمويه مبهر ومعقد، لانه مش بس بيطابق الوان الخلفيه اللي عايش فيها، لا ده كمان بيصنع لك حواف وهميه حوالين جسمه عشان يتماهى مع اللي حواليه. حاجه سماها العلماء الديسربتيف كولوريشن، التمويه المدمر. تحسه اسم فيلم في نادي الفيديو. لو عنده بقعه فاتحه تلاقيه مبروزها بلون افتح، والغامقه يبروزها بلون اغمق كانه ظل. بيعمل ايدج انهانسمنت، توضيح لحواف البقعه اللي على جسمه، فتقدرش تفصل الحيوان عن الخلفيه. حيوان بهذه القدره الخياليه على التمويه، ازاي هتقدر تقف قدامه؟ الاجابه في قدرتنا على اننا نشوف العمق. عشان كده عندنا عيون قدام راسنا، مش بس على جوانبها زي الطيور والخيول والغزلان. العيون الجانبيه بتديهم مشهد بانورامي واسع، لكن العيون الاماميه بتاعتنا احنا وباقي الراسيات بتخلينا ندرك بعد جديد وهو العمق. عشان كده ما شفتوش في الصوره اللي وريتها لك، لانها صوره ثنائيه البعد، والرؤيه المجسمه ليها دور حاسم في كسر التمويه. التجسيم كانت ميزه حاسمه في سباق التسلح بين تمويه التعبان وادراك البشر، لان احنا من ساعة ما وعينا على الدنيا واحنا بيننا وبينهم عركة. باحثين من جامعة ناغويا اليابانية عملوا تجربة بسيطة يختبروا بيها فكرة غريبة. جابوا 20 طالب ووروهم صور ضبابية لأربع أنواع من الحيوانات، طيور وأسماك وتعابين وقطط. في الأول الصور بتكون مغشلقة، وبعدين أوضح فأوضح، 20 صورة لكل حيوان بتتدرج من الضبابية للوضوح التام. ويسألوا الطلاب إيه الحيوان اللي في الصورة. النتائج كانت مبهرة، الطلاب كانوا بيميزوا صور الحيوانات لما يوصلوا الصورة التاسعة أو العاشرة، ما عدا التعابين كانوا بيميزوها من الصورة السادسة. الطلاب كانوا قادرين يميزوا التعبان اسرع من اي حيوان تاني، والنتيجه ما كانتش مبهره للباحثين، لانهم كانوا بيختبروا فرضيه السنيك ديتكشن هايبوثيسيس، فرضيه اكتشاف الثعبان، وهي ان جهازنا البصري اللي في عينينا ومخنا متفصل على مقاس التعابين، وان اسلافنا اللي قدروا يشوفوا التعبان من على بعد ويتجنبوه كانوا عندهم احتماليه اكبر يورثوا جيناتهم، لحد ما اتزرعت في اعماق مخنا قدره مبهره على تحديد التعابين. الفرضيه دي زي فرضيه مفيش ادله كفايه عليها، خلينا نقول انها صح بدون اي شك الا شويه تجارب واختبارات، ولكنها جمدت قلب الباحثين ان هم يجادلوا ان جهازنا البصري احنا وباقي الرأسيات طوروا بقى بالحده والحلاوه دي عشان يبقى بس وسيله هروب من التعبين. شكرا للتعبين حقيقي، خصوصا ان احنا بنعتمد على الرؤيه عشان نقدر ننجو من الاعداء. معظم الحيوانات على عكسنا بتعتمد على الشم، وبيدعم هذا الكلام ان واحد من اسوأ الرئيسيات في الرؤيه ليمور مدغشقر، ويصادف ان هم الرئيسيات الوحيده اللي ما تعرضوش للتعابين السامه خلال تاريخها التطوري. العائلات الاكثر سميه زي الفايبر والالابيدز العربيد يعني ما راحوش الجزيره اللي كان فيها ليمور مدغشقر، فبالتالي ما اتعلموش يشوفوا كويس. شفت هنا بقى الجغرافيا على النقيض، قرود افريقيا واسيا اللي عاشوا وسط التعابين السامه والمفترسه لاطول وقت عندهم افضل قدره على الرؤيه واكتر رؤيه بالالوان تطورا. التعابين كمان ممكن يكونوا شكلوا جزء عميق من مخنا، منطقه البولفينار احد مكونات الجهاز البصري اللي اكبر في الرئيسيات من باقي الثدييات. في تجربه على قرود مكاك ما شافوش تعابين قبل كده في حياتهم، الباحثين عرضوا عليهم صور لاشكال هندسيه وتعابين وقرود تانية، وقاسوا نشاط مخهم في منطقه البولفينار ولقوها شغاله ما شاء الله الله ينور مع التعابين اكتر من اي صوره تانية. ولو التعبان في وضع الهجوم البولفينار بتفاعل اقوى، التعبين تسكت لا متسكتش. وكرد فعل لقدرتنا على كشفهم وفأسهم طورت الافاعي تقنيه دفاعيه جديده عشان تنجو من خطر البشر. فبعض انواع الكوبرا انيابها بفتحات قدام بتبخ السم مترين ونص قدام مستهدفه العين بكوكتيل من السموم تخلي اللدغه تسبب الم وعمى شديد عشان تخدع الفريسه وتفاجئها. ابو حميد انت ليه بارانويد واخد الموضوع على صدر الانسان؟ هو مفيش غيرك يعني اللي التعابين تتطور عشانه؟ ممكن تكون اتطورت عشان حيوانات تانية. ايوه، ولكن في ادله بتقول انها تطورت ضدنا احنا تحديدا. الباحثين وجدوا انها اتطورت في تعابين الكوبرا في اماكن مختلفه وتقريبا تحت نفس الظروف في الفتره اللي شرف فيها الانسان والشمبانزي، مش بنتدلع عليهم. الكوبرا الاسيويه بدات تبخ السم من حوالي 2.5 مليون سنه بس، تقريبا الوقت اللي هومو إريكتوس وصلوا فيه لآسيا، وده لأن الهومو إريكتوس كان عندهم القدرة إن هم يستخدموا أدوات ويرموا حاجات على بعد. تاني حاجة، الكوبرا بتستهدف العيون، وإحنا عينينا مش كده، عينينا كده قدام في وشنا عكس الحيوانات اللي عينيها على جنب. واحد يقول لي يا أبو حميد أنت مركز ليه قوي مع التعبان؟ يا أخي خلي عندك حسن نية، فجأة افتكرت يعني إن بيننا علاقة إحنا والتعابين؟ عزيزي لو بصينا الإنسان على اعتبار إنه فريسة، فمفترسك البري الأول هو التعبان. التعابين بتعض أكتر من 5 مليون إنسان سنويًا، بيتسمم منها أكتر من 2 مليون حالة، وبيموت أكتر من 100,000 إنسان كل سنة، ثلاث أضعاف دول تعرضوا لبتر أو إعاقة دائمة بسبب السم، ودي كمان إحصاءاتنا ما بتجيبش كل الأرقام. مثلا في نيبال سنة 2000 وزارة الصحة بلغت عن 480 لدغة تعبان نتج عنها 22 حالة وفاة، لكن لما اتعمل دراسة منظمة لمنطقة شرق نيبال لوحدها لقوا حوالي 4,000 لدغة وحوالي 400 حالة وفاة. من سنة 2000 ل 2019 مات في الهند 1.2 مليون إنسان بسبب لدغات الأفاعي، لدغة مؤلمة غير طبعا ألم السم لما يشتغل. لكن الأخطر
ان بعض التعابين ممكن ما تحسش بلدغتها زي التعبان الغضوب، حيه سامه من فصيله العربيد عايشه في جنوب اسيا. الناس بيناموا هناك على سراير ارضيه، الحيه بتدخل البيوت والناس نايمه تلدغهم في نومهم من غير ما يحسوا بالم، او ممكن يتقلبوا بس ويكملوا نوم. بس عزيزي بيكملوا نوم للابد، يا اما ما بيصحوش خالص يا اما بيصحوا يلاقوا جسمهم مشلول بسبب السم. السم يا عزيزي بتفرزه غدة ورا عين التعبان، الغدة مزودة بعضلة بتعصرها تزق السم، القناة بتفتح في الأنياب أول ما التعبان يعض، الأنياب بتخترق الجلد وتحقن السم بسرعة وبمنتهى الكفاءة في الدورة الدموية بتاعت الفريسة. عشان كده التعبان ما بيموتش بالسم بتاعه، لأن السم لازم يوصل لدمه عشان يموته، والغدة فصلها عن الدم. وحتى لما تموت الفريسة من السم ممكن ياكلها عادي، لأن السم ما بيروحش للدم من المعدة، ولكن لو عضه تعبان تاني ممكن يسمه. السم بيشتغل على الفريسة بثلاث طرق رئيسية، يا بيدمر الخلايا ويسبب فشل كلوي حاد، يا بيأثر على الجهاز العصبي او على الدم. اللي بيأثر على الجهاز العصبي زي سم الكيب كوبرا بيوقف وصول الاشارات العصبيه للعضلات، فيحصل شلل يبدا من الراس ويعمل توزس تدلي للجفون، وانت نازل لحد ما يوصل لعضله الحجاب الحاجز اللي اول ما تتشل الفريسه ما تقدرش تتنفس فتموت من الاختناق. اللدغه دي ممكن تموتك في 30 دقيقه، ده غير ان اللدغه ممكن تدمر الانسجه اللي حواليها تعمل فيها نخر او نكروزس فتحتاج لبتر او ترقيع. النوع الثاني سموم الدم زي سم الراتل سنيكس او افعى الجرس، بيجلط الدم في بعضه او يخرم الاوعيه الدمويه فيحصل نزيف داخلي لحد الموت. المرعب ان الدراسات الحديثه بتقول ان سموم التعابين اللي بتستهدف الدم بيمررها عادي من غير مضاد للسم، ودي مصيبه لانه هيصعب علينا نلاقي مصل ليه، ماده تمسك في السم لحد ما تاخده وتطلع بيه بره الجسم، ما يبقاش السم عايم في الدم حر كده. المصل بيتصنع عن طريق اننا نحقن سم التعبان بكميه صغيره في جسم خروف او حصان ونسحب دم ونفصل من الدم الأجسام المضادة اللي الجسم بيفرزها، دي عملية مكلفة وبتنتج كميات محدودة والشركات بطلت تصنع. كل ده مأخر ان يبقى عندنا مصل للسموم، مصل يكون فعال وآمن ضد مجموعة من السموم، كل الأمصال اللي موجودة بتاعت نوع معين للتعابين. عشان يا عزيزي تصنع مصل للسم لازم بعد ما التعبان يعضك ان شاء الله تاخده كده تمسكه تقطع راسه وتاخدها معاك، فده التعبان اللي عضني عايز المصل بتاعه. ما عندناش للأسف حاجة لكل السموم، لسه الباحثين بيطوروا مضاد سموم للأنواع السامة. ايه ده يا ابو حميد ثواني كده، هو في انواع من السامه؟ ايوه عزيزي، من بين حوالي 2500 نوع من التعابين 600 نوع بس سامين، و200 بس اللي يقدروا يقتلوا الانسان بس. يا ده انا ظلمتهم يا ابو حميد، كنت فاكرهم توكسيك. عايزين مشاهد عندك مثلا الاناكوندا او الاصله او البايثون، كل دي انواع غير سامه. الحمد لله يا ابو حميد ظلمناهم والله، لكن دي يا عزيزي بتعتمد على وسيله تانية، الخنق. يا ساتر يا رب، السم اسهل على الاقل بنموت بسرعه، لكن ده بيعصر. الخنق يا عزيزي هو احد اقدم طرق التعبين في القتل، احترفها تعبان الاناكوندا من 20 مليون سنه، بتعصر فريستها كان هناك 9 بني ادمين واقفين على صدرك، مش بس عشان تشل حركه الفريسه، لكن لما تلف نفسها على الفريسه بتخلي الحيوان يطلع الزفير من غير ما ياخد الشهيق فتدروخ الفريسه او تموت. الاصله مثلا يا عزيزي بتفضل تعصر طول ما هي حاسه بضربات قلب الفريسه، ولما النبضات تقف تفضل خانقه شويه وبعد كده تسيب وتبدا توجه الفريسه ناحيه معدتها عشان تاكل. الأناكوندا يا عزيزي ممكن تاخد 8 ساعات بتبلع الفريسة وأكتر من أسبوع عشان تهضمها، وممكن تعيش على الوجبة دي أسابيع وشهور. طريقة الأكل دي ممكن تعمل مشكلة، إن إزاي بقه مليان بالفريسة دي لساعات ولسه قادر يتنفس. خليني أقولك إن القصبة الهوائية عادة بتكون جوه الزور، الأناكوندا بتزق قصبتها الهوائية بره تتنفس منها كأنها بتسنوركل. عزيزي لو لقيت أناكوندا مشغول بيدور فغالبا هيكون بيدور على فريسة أو أنثى. حتى يا أبو حميد التعبين كده عزيزي كله بالسالك، مش عايز اقول لك عزيزي التعبان لو ما لقاش انثى ممكن يصعب خرطوم عادي جدا. الانثى الجاهزه للجواز بتسيب هرموناتها في الاماكن اللي مشيت فيها، فيدور عمنا الاناكوندا بلسانه لحد ما يحدد مكان الانثى. ذكور لافين حوالين الانثى وكلهم عايزين يتجوزوها، الذكور دول بيكونوا عاملين كوره من التعابين بتسمى بالبريدنج بول. الاناكوندا بتاعنا يسيب بقى الحاجات دي ويمشي، فالانثى تقول له تعالى. انثى الاناكوندا يا عزيزي بتستوعب لحد 12 ذكر فيقوم داخل معاهم في الكوره. وبعدين بقى ابو حميد شوقتني، واضح ان ال 12 ذكر دول بقى هيقعدوا يخشوا في معركة أسطورية، استعراض بقى عضلات، قتال، مصارعة بالخنق، كلنا 12 بقى عشان نحصل على هذه الأنثى، كل واحد عايز يثبت نفسه. طب الأنثى هتختار مين؟ أطول واحد ولا أول واحد جه ولا الباد بوي؟ والله يا عزيزي العلماء لسه مش متأكدين، بس احتمال يكون اختيارها، واسمع دي، للذكر اللي بيعرف يزغزغ أحسن. يزغزغ
الذكر بيستخدم عضو اسمه ذا ميتنج سبيرم، زائده صغيره موجوده في جسم الاناكوندا، بواقي رجليه في اسلاف القدامى، بيزغزغ بهذه الزائده الانثى لحد ما تميل له، واول تعبان بيعرف تتلاقى اعضائه باعضائها بيحصل بينهم تزاوج. باقي التعابين المنافسه ممكن يحاولوا يعصوا الذكر، يخرجوا اعضائه بره الانثى. عمليه التزاوج دي ممكن تاخد ساعه او يوم كامل. يا عيني، ده اكيد الانثى يا عزيزي في عالم التعابين متبهدله. بالعكس يا عزيز، ده هي اللي مسيطره وممشاك مسطرة، لان غير كونها مركز الاتنشن فهي بتتحكم في كل حاجه، تتجوز اكتر من ذكر وتختار انهي حيوانات منويه بتاعت انهي ذكر هيخصم البيض او يكون لها عيال من اكتر من الاب. تقدر تخزن الحيوانات المنويه لحد 5 سنين، عشان مش كل سنه هنقعد نعمل الحوار ده، مش كل مره عايزين نخلف نلم بقى التعبين ونزغزغ ونقعد يوم كامل. وعلى حسب النوع، يا تبيض يا تولد. الاناكوندا مثلا ما بتبيضش، البيض بيفقس في بطن الام وهي بتولده، بتولد من 20 ل 30 اناكوندا وبيخرجوا من بطنها جاهزين للحياه. واول حاجه التعبان بيتولد يعملها يشوف السلكان منين ويمشي عكسه. اسلوب الحياه ده ضمن ليهم نجاح باهر في الطبيعه. دلوقتي التعابين موجوده في كل قارات العالم ما عدا القطب الجنوبي، ورغم انها مخلوقات خجوله بتحب تتسفى حالها، ودلوقتي بقت حيوانات اليفه وبتحتاج مجهود بسيط بتكاليف قليله، لكن لو واجهت تهديد مش هتفكر قبل ما تنجو بنفسها، فعكس باقي الحيوانات اللي انا دايما بطمنك منهم ونحاول نشوف الجانب الحيوي اللي فيهم. فانا بقول لك، لو انت خايف من التعبان خوفك في محله. طب يا حميد، لو ما لقيتوش محله يبقى اكيد يا عزيزي مغلق للصيانه. خير وناس اخيرا، مستر شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر، واحنا على اليوتيوب نشترك على القناه. بيقول لك بقى عزيزي، مره ثعبان ذكر كان رايح يتزوج وشاف الانثى عامله كده، قال يا نهار اسود حبيبتي ماتت. قالت له لا انا حيه. بس يا عزيزي، اتمنى يعني اخواتي التعبين ما يكونوش زعلوا من هذه الحلقه، انا بهزر والله، واحنا عارفين يعني ان التاريخ بيننا تاريخ طويل. ايه ده؟ انتوا مش عارفين انا مين ولا ايه؟ ها؟ انا كوندا.